منذ اللحظة الأولى من دخول مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، يستقبل المواطن والمقيم الراغبين في السفر بالكاميرات الحرارية التي تكشف درجة الحرارة بانسيابية وبلا توقف، ويشترط على المسافرين الحضور قبل الرحلة بساعتين. تتوزع اللوحات الإرشادية والملصقات في المطار للإرشاد والتوجيه الصحيح في ظل الأزمة التي يعيشها العالم، كما يتم تعقيم كل ما تم استخدامه من المسافرين أو الموظفين لضمان سلامة الجميع. أقف الآن في الممر الذي يقودنا إلى الطائرة. هذا الممر المعروف بممر السعادة، الإجراء الأهم في هذا الممر هو التباعد الاجتماعي. ولإتمام الرحلة بأمان، يتم تعقيم مرافق الطائرة من مختصين ينتشرون بين زواياها. يقابل هذه الإجراءات الاحترازية ملاحين مجهزين بأقصى معايير السلامة لخدمة المسافر في بيئة آمنة وصحية. للإخبارية خالد المطرفي، جدة.